الحر الوطني كان تجربه، وزي ما في افتتاحه في يعني في كلمه المتواضعه اوضحت ده، مصر شافت اشكال مختلفه من الحوار الحوارات الوطنيه سابقا. ده الحوار الاول غير محدد الهدف، بمعنى كان في حوار في عهد الرئيس عبد الناصر كان هدفه اقامه نظام اشتراكي وبالتالي اسفر على الميثاق. كان في حوار اخر عكسه تماما في عهد الرئيس السادات في سنه 74 حول ورقه اكتوبر، كان هدفه الغاء الاتحاد الاشتراكي وعمل نظام حزبي متعدد. الحوار الوطني الحالي ما كانش له هدف الا هدف واحد، يعني الدوله مش عايزه حاجه من وراه محدده، مش عايزه تبني تنظيم او تهد تنظيم. الحوار الوطني الحالي كان احساس من رئيس الجمهوريه، هو احساس حقيقي وفي مكان، وعبر عنه زي ما قلت الاستاذ اسامه بان احنا في شيء ناقصنا. الشيء ناقصنا ده احنا اللي بنيناه في 30 يونيو وبعدين هديناه. 30 يونيو كانت افضل مرحله فيها جسور بين الجميع. تحالف 30 يونيو هو التحالف اللي انقذ مصر واللي اقام الجمهوريه دي، اسسها، والجمهوريه دي عشان تبقى جديده يبقى لازم التحالف ده يرجع. وبالتالي الحوار الوطني كانت تجربته اعاده لم صفوف تحالف 30 يونيو مره اخرى، ولم الصفوف مش معناه الاصطفاف، لم الصفوف معناه ان احنا نقعد جنب بعض مش هنبقى حاجه واحده. الحوار الوطني كان هدفه طول الوقت ولا زال انه نقبل التنوع، وده الرئيس قاله ان احنا يعني الخلاف في الراي يفسد الوطن قضيه. جرت سنه ونص كامله في تنوع كامل واختلاف واضح، وفي نفس الوقت حرص على حاله الحوار، ودي النقطه اللي عايز اختم بيها. الحوار الوطني اللي تم في سنه ونص كان حول قضايا ولجان واجتماعات وانعقادات، الاهم من ده ان تستمر حاله الحوار مش قضايا الحوار. احنا محتاجين مش ان الحوار يبقى شيء ثابت كمؤسسه او كمجلس امناء، لا، المجتمع ده يشوف حاله حوار حقيقيه. المجتمعات بتتقدم جزء من تقدمها بالحوار الداخلي ما بينها. ليه؟ لان كل واحد عنده راي قد يكون افضل من اللي جنبه. محدش فينا بيريد من هذا الراي الا المصلحه العامه، وبالتالي لما يحصل اختلاف حول المصلحه العامه المستفيد هيبقى الناس اللي بتتفرج عليها دي.